متباركين بمولى الإمام زين العابدين عليه السلام. قبل أن أبدأ أريد صلوات محمدية ثلاث مرات. شملنا شملنا عطرنا يفوح والعاشق شملنا ولطف رب السما الليلة شملنا شملنا يقينا والحفل يجمع شملنا شملنا ولزين العباد وانتشر ضي صلوات يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما ورد سبي الفرس إلى المدينة رغبت جماعة من أهل قريش في أن يتزوجوا بنات الملوك فقال أمير المؤمنين هن لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فأشار جماعة إلى شهربان وبنت كسرى وهي ذات حسن وجمال فلما سبيت وجيء بها إلى المدينة أشرفت لها عذار المدينة وأشرق المسجد بضوء وجهها فخيرت وخطبت من وراء حجاب والجمع حضور فقيل لها أيا كريمة قومها من تقترين من خطابك وهل أنت راضية بالبعل فسكتت وما أبت فقال أمير المؤمنين سكوتها رضاها وبقي الاختيار فعادوا عليها القول بالتغيير فأومأت بيدها النور الساطع والشهاب اللامع الحسين بن علي صبط النبي محمد كأنها تعرفه وشاهدته في المنام وكحكت منامها لأمير المؤمنين قالت رأيت في النوم قبل ورود عسكر المسلمين إن النبي محمد لم دخل دارنا وقعد ومعه الحسين وخطبني له وزوجني أبي منه فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي وما كان لي فكر غير هذا ما كانت الليلة التالية رأيت فاطمة أبي محمد لم قد أتتني وعرضت علي الإسلام فأسلمت ثم قلت وسيقع الحرب بينكم وبين المسلمين وإن الغلب تكون للمسلمين وإنك تصلين عن قريب إلى ابن الحسين سالمة لا يصيبك بسوء أحد وكانت كما قالت ما مس يدي إنسان قال لها أمير المؤمنين ما اسمك فقلت شهزنان ثم التفت إلى الإمام الحسين
السلام وقال احفظها واحسن إليها فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. اللهم صل على محمد وآل محمد فتزوجها الإمام الحسين فلم تنقض الأيام والليالي حتى حملت بالإمام علي السجاد. فلما حضرتها الولادة واكتملت العدة التي أرادها الله لها وكانت تجد خفة في بدنها واتساعا ولم تجد ألما ولا وجعا، وبينما هي جالسة إذ أضاء البيت نورا وقد امتلأ من روائح الطيب، وإذا بها وضعت زين العابدين أفضل الصلاة. وآل محمد صلوات.